عشرات الحوادث المرورية تنتهي بزهق الأرواح يومياً، فلو بحثنا في الأسباب نجد معظمها متعلقة بجوانب تقنية للمركبات نتيجة تلاعب بعض وكالات المراقبة التقنية للسيارات بمحاضر حول حال المركبات. تكلمنا أيضاً في بعض الوكالات للأسف يعني لا تحترم المعايير وتقوم بالتساهل مع أصحاب المركبات وترخص لهم استعمال المركبة وهي في حالة غير صحية 100%. فأكدنا السيد المدير أنهم في خلال تفتيش دائم ومتابعة والتضييق ووصل الحد إلى درجة إيقاف وتوقيف بعض المراقبين التقنيين وغلق بعض المحطات. هذا التنسيق وهذا التعاون هو الذي احنا كنواب نهدف إليه ونحرص عليه، ونريد أن نصل إلى تحقيق حلول ميدانية وإصلاح فعلي حتى إن شاء الله يعني الهدف المرجو من المراقبة التقنية هو الإقلال من حوادث المرور التي أدت بحياة الناس. إجراءات شديدة في حق المتورطين قد تصل إلى سحب الاعتماد، هو ما أفادنا به مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. تقوم مصالح المؤسسة بعدة عمليات، من بينها هي عمليات التفتيش الفجائية اللي تأديها مفتشي المؤسسة رفقة مفتشي مصالح مديريات النقل الإقليمية، وكذا من خلال عمليات التدقيق المعمقة فيما يخص الإجراءات المراقبة التقنية للسيارات، وكذا مراقبة أرومة محاضر المراقبة التقنية اللي من خلالها نقدر نتأكد نتائج المراقبة التقنية للسيارات لكل خلل. ولما تكون مخالفة سواء من طرف المراقب أو من طرف محطة المراقبة التقنية للسيارات يتم تسليط عقوبة ضدهم، سواء عن طريق إنذار، سواء عن طريق السحب المؤقت للاعتماد لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو السحب النهائي للاعتماد. تطوير برنامج الرقابة التقنية اللي متواجد حاليا على مستوى وكالات المراقبة التقنية المتربعة على المستوى الوطني، إذا هذا البرنامج يسمح بنقل جميع عمليات المراقبة التقنية للسيارات بطريقة آنية على مستوى الخادم المتواجد على مستوى محطة المراقبة التقنية للسيارات. إرهاب الطرقات ظاهرة وجب الوقوف عليها، خاصة في ظل الأرقام المخيفة التي تسجلها طرقاتنا مؤخرا، ما على السلطات تشديد العقوبات على أصحاب الوكالات في حال ثبوت تورطهم في مثل هذه التجاوزات.